أهلا بكم. قال رئيس كتلة عدن في مجلس النواب محمد قاسم النقيب إن النصاب القانوني لعقد جلسات البرلمان قد اكتمل بعد إعلان 140 عضوا مساندتهم للشرعية والبدء بعقد الجلسات. تأتي هذه الخطوة بعد أن كان النصاب القانوني لعقد البرلمان يتطلب 135 عضوا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ماذا يعني اكتمال نصاب البرلمان في هذا التوقيت؟ وهل تغير هذه الخطوة معادلة الأزمة والحرب والانقلاب؟ استعادة البرلمان عنوان آخر لمعركة سياسية أخرى تخوضها الشرعية في توقيت وصف بالأكثر صعوبة على تحالف صنعاء. اكتمل النصاب القانوني وقرب انعقاد أول جلسة برلمانية في عدن خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة إعادة لملمة أوراق الشرعية والتضييق على تحالف الانقلاب بشكل مضاعف، خصوصا بعد استغلال البرلمان سابقا في ترسيخ المفاعل الدستورية والمؤسساتية لصالح الانقلاب. هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنها وبحسب برلمانيين تعتبر حاسمة قياسا بالجهود العديدة التي بذلت لإفشال اكتمال النصاب وعرقلة تواجد أعضاء البرلمان المساندين للشرعية. نبدأ النقاش بعد التقرير. حسمت الشرعية معركة الولاء في مجلس النواب لصالحها، إنجاز استغرق أكثر من عام ونصف ليتحقق على هذا النحو. 140 نائبا أعلنوا انحيازهم إلى جانب الشرعية، في حين كانت الشرعية تحتاج إلى 135 نائبا فقط لتحوز الأغلبية النيابية. الخطوة باتجاه حسم الموقف النيابي من الأزمة والحرب بدأ بتجمع أعضاء مجلس النواب في جدة قبل أن يلتقوا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو الحدث الذي أذن ببدء الترتيبات التي قد تتوج بالتئام المجلس قريبا في العاصمة السياسية المؤقتة عدن. أنباء مؤكدة تشير إلى أن الاستعدادات تجري بالفعل لعقد جلسة لمجلس النواب بأغلبيته المنحازة للحكومة الشرعية بالعاصمة السياسية المؤقتة عدن، وبالتحديد في قاعة الاتحادية الواقعة في حقات بالقرب من قصر معاشيق الرئاسي. لكن ترتيبات كهذه لم يسبقها تواجد مفترض للحكومة ولرأس الدولة الشرعية التي انحاز إليها المجلس، وتواجد محافظ العاصمة المؤقتة عدن أيضا، والذين لا يزالون حتى اللحظة خارج البلاد دون أسباب واضحة. جمد الاتحاد البرلماني الدولي عضوية مجلس النواب اليمني إلى حين انعقاد هذا الأخير بأغلبية كافية تؤهله لاستعادة دوره كمؤسسة دستورية في البلاد وينشط معها عضويته في الاتحاد. لذا يشعر الانقلابيون بقلق شديد من تسرب ما تبقى من أعضاء الكتلة البرلمانية الموالية لهم وانحياز أعضائها إلى الكتلة البرلمانية الكبيرة المؤيدة للشرعية. حسم المعركة البرلمانية يراه المراقبون تحولاً هو الأخطر في مسار المواجهة السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014، ما قد يخيب آمالهم في المضي قدماً في مغامرتهم المسلحة والاستحواذ على السلطة بقوة السلاح. أبدأ النقاش مع ضيفنا من اسطنبول الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب. أهلاً بك أستاذ شوقي. اهلا وسهلا اخي سامي. استاذ شوقي، اذا عوده برلمانيه مرتقبه بعد اكتمال النصاب، ماذا تعني هذه الخطوه وهل سنشهد فعلا عقد جلسه اولى لمجلس النواب خلال الايام القادمه في العاصمه المؤقته عدن؟ بدايه اؤكد اخي الكريم على اهميه عقد على اهميه تفعيل دور البرلمان من حيث المبدا، واهميه ان يعود البرلمان الى عمله والى مهامه والى واجباته كشريك رئيسي في أداء الحكومة. للأسف غيب البرلمان منذ الأزمة ولا أدري لماذا، وفي الفترة الأخيرة حصل أن هناك من تنادوا إلى ضرورة تفعيل البرلمان. كما أنه أيضا هناك معلومة مهمة ينبغي أن تقال، أن الأسباب ليست محلية فقط، هناك أسباب خارجية، وهو أن البرلمان العالمي يعني أعطى إشارة بأنه سيوقف التعامل مع البرلمان اليمني إذا لم يفعل، أو بل كان هناك خطورة في أن يتعامل مع برلمان صنعاء، وهذا تقصير واضح من التحالف وتقصير من الشرعية. لكن في المرحلة الأخيرة حصل أن تنادوا وبدأ تجمع الأعضاء. العجيب أخي الكريم
أن العدد الذي تجمع للترعية عدد كبير جدا جدا جدا، يعني يفوق النصاب ويزيد عليه، وهذه معلومة أنا أؤكدها وأعرفهم بالاسم ولدي أسماؤهم جميعا. الأمر الآخر، طيب أين المشكلة أستاذ شوقي إذن؟ المشكلة في أمرين اثنين. الأمر الأول، المشكلة تكمن في التحالف والشرعية واستيعابهم لأهمية دور البرلمان، وهناك من يتهم بصراحة ولديه نسبة من الصواب، أو هناك تشكك في الموضوع، أن يعني ربما هناك من يتخوف من أن يأتي البرلمان ليصدع رؤوس بعض المقصرين، لا أقول الفاسدين، وإنما المقصرين في أدوارهم تجاه تعزيز دولة الشرعية ومؤسساتها على مستوى المحافظات المحررة وعلى مستوى الأداء أيضا. هناك ربما من يشير أو من يرى أن هناك متخوفين من أن ينعقد البرلمان. على كل حال، ليس هناك مبرر حقيقي لعدم تفعيل دور البرلمان، يعني هكذا كما يقال من قاصرها، بل إن الكرة الآن بعد أن أثبت البرلمانيون أنهم جاهزون للإنعقاد ولتفعيل دور البرلمان، الكرة الآن في مرمى التحالف، وبالتحديد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكرة الآن أيضا في ملعب الرئيس هادي ورئاسته ومؤسسته الرئاسية وكذلك الحكومة. نحن جاهزون كبرلمان، ننتظر فقط أن تؤمن المحافظة التي سينعقد فيها البرلمان وتوفر لهم أبسط الإجراءات اللوجستية والإمكانات المهمة في تفعيل دور البرلمان. طيب، يعني ربما كان هناك ربط بين التصريح الأخير بشأن اكتمال النصاب بالتطورات الحاصلة في العاصمة صنعاء، هل هناك من رابط ربما وعلاقة من حيث التوقيت؟ رابط بين ماذا وماذا عفوا؟ بين ما حصل في صنعاء من تطورات، لأنه كانت هناك، صحيح كان هناك لقاء لمحمد بن سلمان مع أعضاء مجلس النواب، لكن كان هناك حديث نشر في وسائل الإعلام أنه لم يكتمل النصاب في ذلك التوقيت. الآن بعد هذه التطورات الأخيرة عادت تصريحات مرة أخرى لاكتمال النصاب، فالبعض ربط ما حصل بصنعاء بموضوع اكتمال النصاب وإمكانية أن تشهد عدن جلسة قادمة ومرتقبة للبرلمان بنصاب مكتمل. أولا أصحح معلومة أخي، النصاب متوفر من قبل أن يجتمع النواب في جدة، وهذه معلومة أنا أؤكدها هنا. النصاب مكتمل، يعني وهذا الكلام أنا أقوله ومسؤول عنه، هذا بالنسبة للنصاب. طيب أستاذ شوقي؟ أيوه معك أستاذ شوقي. الآن ما الذي يمكن أن يقدمه البرلمان اليوم بشأن الأزمة والانقلاب وكل الظروف الراهنة؟ البرلمان يستطيع أن يقدم أشياء كثيرة جدا. أولا، يعني ما نريد أن نطمئن به الآخرين وبالتحديد مؤسسة الرئاسة والحكومة وكذلك التحالف، أن الإخوة البرلمانيين يستوعبون تماما أدوارهم ويستوعبون مسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي الحرج. ودليلا على ذلك أننا كنا قادرين الآن أن نجتمع وننتخب هيئة رئاسة، ولكننا حريصون جدا على زملائنا بقية النواب وعلى مؤسسة رئاسة البرلمان، لأننا نعرف تماما أن حتى الإخوة النواب المتواجدين في صنعاء الآن إنما هم أقرب إلى أن يكونوا تحت الإقامة الجبرية. يا أخي الكريم، الجلسات الأخيرة، وهذا أؤكده أنا وأقوله بوضوح، الجلسات الأخيرة لم يجتمع فيها حتى 30 نائبا في البرلمان في صنعاء، يعني لا نصدق تلك الأخبار. نحن لدينا مصادر تنقل لنا الأسماء والأرقام من داخل قاعة البرلمان، لم يتوفر حتى 30، يعني 30 عضو لم يتوفروا في الجلسات الأخيرة. جلسوا الجلسة الأولى كان العدد تقريبا ما يقارب 70، لكن بعد ذلك قل العدد كثير إلى أكثر من النصف، دليل على أن البرلمان لا زال مؤسسة متماسكة ولا زال يعول عليه أن يقوم بواجباته مع الشرعية والاستعادة في الدولة. ولهذا البرلمان سيقوم بالتالي، على سبيل المثال، أول شيء أنه سيوصل رسالة للعالم كله بأن أهم مؤسسة شرعية تمثل المواطن وخياراته هي البرلمان، بقية المؤسسات إما بالتعيينات وإما بانتخابات فردية، لكن مؤسسة البرلمان مؤسسة مهمة، وبالتالي لابد من انعقاد البرلمان حتى تصل الرسالة بأن مؤسسة البرلمان تدعم الشرعية. العالم لا يعترف بالإجراءات السياسية كله،
لديه مصالح، لكن أيضا المؤسسات التي تحترم نفسها تعترف بالمؤسسات الشرعية. الأمر الثاني، لابد من رقابة الآن برلمانية على أداء الحكومة والرئاسة. وهنا عندما أقول رقابة ليست رقابة التصيد، وأنا هنا أؤكدها، وإنما رقابة تحسين الأداء وتجريد الأداء، لأن البرلمانيين لديهم من الإمكانات بحكم أنهم يمثلون مناطق ويمثلون دوائر، لديهم من الإمكانات أن يبقوا قريبا متواصلين قريبا من دوائرهم واحتياجات المواطنين. ولهذا لابد، تتخيل معي لو أن البرلمان الآن فاعل، كيف ستكون محافظة عدن ومحافظة أبيان وحضرموت وغير ذلك؟ يعني هذا السوء في الإدارة وهذا الاختلال في 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 تعزيز الدولة الشرعية له أسباب، من ضمنها هذا السبب الذي الناقص في أن مؤسسات الدولة لا زالت ناقصة وبالتالي تحتاج إلى مؤسسة البرلمان. طيب استاذ، الى كثير من الفوائد. تفضل. طيب استاذ شوقي، ساعد لك للحديث عن التأثيرات المحتملة والممكنة ربما في أعمال البرلمان وجلساته المرتقبة، لكن بعد أن نشرك معنا من عدن المحلل السياسي خالد اللبود. أهلا بك أستاذ خالد. أستاذ خالد، طيب أعود للأستاذ شوقي القاضي. أستاذ شوقي القاضي، خلال كم من الوقت تتوقع أن يلتئم البرلمان في عدن؟ التئام البرلمان له يعني شقان سينجحانه، يعني عملية الالتئام والإجراءات له شقان. الشق الأول هم النواب أنفسهم، وقد أثبت النواب بعددهم الكبير أنهم جاهزون في أي لحظة، وبالتالي ليس هناك مشكلة في الشق الأول الذي سينجح انعقاد البرلمان وعودة مؤسسته وتفعيلها. الشق الثاني هنا المشكلة، المشكلة أن إخواننا في التحالف وفي مؤسسة الرئاسة لم تتضح إرادتهم الحقيقية في ذلك. وأخص هنا وأكرر للمرة الألف أن المملكة العربية السعودية، إخواننا في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة المعنيون رقم واحد بذلك، كونهم سلطة الأمر الواقع المعروفة التي لا تحتاج إلى فلسفة في المحافظات خاصة الجنوبية. وبالتالي لابد هنا إذا ما توفرت إرادة التحالف ورغبة التحالف وهيئ التحالف ذلك ومكن من ذلك فليس هناك حرج. لكن هنا لازالت هناك مشكلة في هذا الشق. إذا كانت مؤسسة الرئاسة لم تستطع أن تتواجد في محافظة يعني في عدن، وإذا كان طائرة البنك المركزي منعت أكثر من مرات كما ذكر رئيس البنك المركزي أكثر من 13 مرة في أن الطائرة تمنع، موظفون اليوم عيد، يعني تخيل غدا بعد غد عيد، والموظفو والدولة بلا مرتبات، يعني موظفو مدينة تعز محافظة تعز المحاصرة التي يعني تقطف من كل الجهات، يحاصرها هنا تقصير التحالف إلى درجة بشكل مريب لا أستطيع أن أفسر ذلك، يعني مرتبات لا تصرف. وبالتالي كيف سيفعلون دور برلمان وهم لا زالوا في هذا العبث؟ طيب يعني سأعود لك أستاذ شوقي. الأمر فيه اختلال أخي. طيب فضل. ينضم إلينا من عدن خالد اللبود المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ خالد. أيوة أهلا وسهلا أستاذ خالد. إذن اكتمال النصاب وقرب انعقاد جلسة للبرلمان، باعتقادك هل هذه الخطوة ستعمل على زيادة الانشقاق في صفوف الانقلاب؟ طبعا عودة مجلس النواب للانعقاد في عدن تعتبر خطوة إيجابية جدا، خطوة سياسية ممتازة، ولكن مع الأسف أن هناك كثير من الخطوات التي تقوم بها الشرعية خطوات تحسبها سياسيا وتتناسى كثير من تأثيراتها الجانبية الأخرى. اليوم يبدو ما يبدو من حتى من حديث الأستاذ شوقي القاضي أو مجلس النواب أن هناك اهتمام أكثر بشكل الشرعية أمام العالم، تحاول أن تظهر نفسها أمام العالم أنها لا زالت هي السلطة الشرعية المسيطرة على كل شيء، وهذا هو أغلب التفسير الأغلب للدعوة لعقد جلسة مجلس النواب داخل عدن. محاولة الربط بين جلسة مجلس النواب في عدن والانقلاب في صنعاء كان يمكن أن تكون أن يكون هناك ربط وأن يكون هناك إيجابية إذا كان هناك سبقت هذه الخطوة دعوة لأعضاء مجلس النواب في صنعاء وترتيب
بشكل أو بآخر لجذبهم إلى عدن، ترتيب نزولهم بشكل أو بآخر وتواجدهم في عدن ليضيفوا إلى النصاب جزء آخر. مجرد أن يتواجد لدي أعضاء مجلس النواب كانوا في يوم أمس مجتمعين في صنعاء. طيب هل تعتقد أن هذه فقط هي الإشكالية الوحيدة الآن التي تمنع انعقاد والتئام المجلس في عدن، أم ربما هناك إشكاليات أخرى ربما البعض منها تطرق إليها الأستاذ شوقي القاضي في حديثه، ربما هناك ترتيبات لوجستية، وتحدث أيضا عن دور مهم يجب أن تلعبه الإمارات والسعودية وأيضا الشرعية في التهيئة وتوفير الأجواء المناسبة، وانطلاقا وإدراكا من أهمية التئام المجلس في عدن؟ ليس التئام المجلس فقط في عدن، بل هناك كثير من الأمور. مثلا اهتمت السلطة الشرعية بالحديث عن تفعيل السلطة القضائية في عدن، ولم تتحدث إطلاقا عن تفعيل السلطة التنفيذية للخطوة الثانية بعد السلطة القضائية، إذا كان بل هي الخطوة الأولى، يجب أن توجد أقسام الشرطة والأجهزة الأمنية قبل أن توجد المحاكم والقضاء. اليوم أنت ترتب وتتحدث عن عقد مجلس جلسة مجلس النواب في عدن، وأنت إلى هذه اللحظة لا بإقرار الكل غير مسيطر فعليا على منطقة على محافظة عدن بشكل كامل. إلى اليوم السلطة الشرعية غائبة كسلطة عن عدن. عدن تدار والمناطق المحررة بشكل عام تدار بطريقة غير مدروسة، لا تدار بطريقة مؤسسات، تتراكم أو تعاد لنا المشكلات يوما بعد يوم. يعني مثلا أزمة البترول، أزمة الرواتب، أزمة تحدث في كل أسبوع تقريبا، أزمة البترول كل أسبوعين، هذا يؤكد أن هناك عدم تخطيط، لا تعمل المؤسسات. عندما تكبر المشكلة وتصل إلى حد إغلاق الشوارع وأحراق الإطارات تبدأ الدولة بالتفكير بالحل. هذا الحل كان يجب أن تكون هناك مؤسسات تديره بشكل يومي، لا يحتاج إلى أن يصل إلى قرار من رئيس الجمهورية بتوفير الديزل للمحطة توليد الكهرباء، لا نحتاج لقرار رئاسي لتوفير البترول في المحطات. اليوم السلطة الشرعية تدعو مجلس النواب للاجتماع في عدن وهي غير قادرة عمليا على توفير الأمان، على توفير السكن المناسب لأعضاء مجلس النواب هؤلاء، توفير رحلات الطيران عبر مطار عدن بالوقت الذي تناسبه. السلطة الشرعية أحيانا مع الأسف تدير بطريقة المعارضة وليس بطريقة السلطة، ممارساتها أقرب إلى إحراج التحالف من كونها ممارسات سلطة حاكمة. طيب أعود للأستاذ شوقي القاضي. أستاذ شوقي القاضي، إذا ما التأم المجلس في عدن، هل هناك ضمانات لأن يعمل المجلس باستقلالية بعيد عن أي تأثير إقليمي للاعبين اليوم والفاعلين في الملف اليمني وتحديدا من لهم علاقة بالشرعية؟ سؤال جميل يا أخي الكريم وسؤال مهم، لكن أنا بصراحة يعني مطمئن جدا جدا لضمائر أعضاء مجلس النواب. أولا يعني أثبت أعضاء مجلس النواب بغض النظر عن نسبة القوة الأداء أو ضعفه أنهم منتمون لليمن وقضاياها، وبالتالي حتى يوم أن كانت هناك مكايدات سياسية في دورات الانعقاد السابقة عندما كان الوضع شبه طبيعي كانت هناك يعني اختلالات في يعني نستطيع أن نقول بنسب متفاوتة في موضوع الفساد من عدمه إلى غير ذلك، لكن لن يفرط النواب مطلقا بقضايا كبرى، واليوم نحن أمام قضايا كبرى، ولهذا رأيتهم كيف إن عندما خير هؤلاء النواب مع أن أكثرهم من المؤتمر الشعبي العام يعني الذي يديره علي عبد الله صالح بل يعبث به علي عبد الله صالح، ولهذا أنا أتمنى من الإخوان إما أن يعلنوا إقالة علي عبد الله صالح من المؤتمر وفريقه حتى نصدق أنه مؤتمر شعبي عام، أو أن يغيروا شيء في التسمية حتى يتعاطوا مع تسمية، لأن علي عبد الله صالح في الاجتماع الأخير في الحشد الأخير أثبت أنه لا زال المالك الحصري للمؤتمر الشعبي العام، وبالتالي هنا يتسبب لنا إشكاليات في التعامل مع أي مؤتمر نتعامل، هذا أمر. لكن إجمالا يا أخي الكريم، وفي مقدمتهم النواب المنضوين مع الشرعية الذين كانوا مع المؤتمر الشعبي العام ويدعون الآن الانتماء له، أثبتوا بصراحة وبجدية أثبتوا أنهم مع اليمن ومع التحرير الدولة واستعادة مؤسساتها وعودة شرعيتها، وبالتالي لا أظن مطلقا، أنا أعول كثير على هذا الأمر. الأمر الآخر، ينبغي هنا أن نفعل دور التوافق الذي كانت قد بدأ في موضوع يعني المبادرة الخليجية، يعني أنه لا تستفرد قوة برلمانية بعددها، وإنما لابد من مبدأ التوافق، وهنا سنضمن أداء المجلس إن شاء الله تعالى بما يحقق
عودة الشرعية، يعني تعزيز الشرعية وعودة اليمن إن شاء الله المختطف من الانقلابيين. طيب أعود للأستاذ خالد لابد من عدن. أستاذ خالد، ما مدى تأثير عودة البرلمان على مستقبل الأزمة؟ أولا دور البرلمان دور تشريعي، وبالتالي في الحديث عن تأثير مجلس النواب أو انعقاد مجلس النواب على مديريات الحرب يعني حديث مبالغ فيه نوعا ما. نحن نعلم بأن المبادرة الخليجية عطلت جزء كبير من الدستور واعتمدت على نصوص جديدة مرتبطة بالتوافق أكثر من ارتباطها بنصوص دستورية قائمة على الأغلبية. اليوم عندما حتى الأستاذ شوقي الخوي ذكر قبل قليل هذا الموضوع أن انعقاد مجلس النواب والقرار فيه سيكون بالتوافق وليس بالأغلبية، وهنا بقدر ما هو دور إيجابي عندما ننظر إليه من موضوع شراكة فهو دور سلبي حينما ننظر إليه من منظور التعطيل. اليوم اجتماع مجلس النواب في عدن إذا كنا أو نعتقد بأنه سيكون دافع لإنجازات جديدة في الحرب هذا كلام مبالغ فيه. ما نحن بحاجة إليه هو عودة الحكومة وتفعيل الوزارات والمؤسسات كمكاتب تنفيذية. دور مجلس النواب دور تشريعي لن يؤثر في 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 موضوع الحرب. موضوع الحرب يحتاج الى بالاضافه الى الاعمال العسكريه الى اعمال اقتصاديه وسياسيه والى انجازات على الارض الى خلق نموذج جاذب في عدن. هذا الامر لن يقوم بمجلس النواب، هذا الامر تقوم بالسلطه التنفيذيه متمثله في الحكومه. اليوم ما نحن بحاجة إليه هو عودة السلطة التنفيذية، لكن هو معروف أن مجلس النواب دوره رقابة من خلال الرقابة التي تحدث عنها الأستاذ شوقي القاضي. يمكن أن يكون هناك دور إيجابي لمجلس النواب في تجويد عمل الأجهزة التنفيذية. الأجهزة التنفيذية غير موجودة. طيب أعود للأستاذ شوقي القاضي في سؤال أخير، سأعود لك أستاذ خالد. أستاذ شوقي القاضي، تأثير والتغيرات التي يمكن أن تتركها هذه الخطوة على معادلة الحرب والانقلاب. أولا إضافة مهمة لما قاله الأخ خالد أنه ذكر الدور التشريعي، الدور البرلمان عليه دور رقابي، وبالتالي الرقابة هي من أقوى وسائل تقييم الأداء وتقويمه. يعني الوزير الذي ما على سبيل المثال القروض التي تضيع والهبات التي تهدر وإلى غير ذلك، لو أن هناك جهة رقابية لما أهدرت ولما ضاعت. الدور الرقابي يخول مجلس النواب بسحب الثقه عن الوزير وغيره، وبالتالي ليس بالعكس. طيب هو استاذ شوقي يتفق معك في ذلك، لكن هو يقول لا وجود للاجهزه التنفيذيه على ارض الواقع، لا وجود لها في المناطق والمحافظات المحرره. انا عندي وزير، انا بالنسبه لي لا علاقه لي بالمدير العام ولا علاقه لي بالوكيل، انا اخاطب الوزير، وكون الوزير موجود انتهت القضيه. انا استدعي الوزير، هناك حكومة مشكلة وهناك وزارات قائمة وهناك وزراء معينون، وبالتالي أنا كبرلمان وكدور رقابي أستدعي الوزير شخصيا سواء جاء أو لم يحضر، أستطيع هنا أن أقيم دوره تماما. وبالتالي لو لم يكن من هذا التقييم إلا الرأي العام والتقارير التي ستنشر لكان كفى. لكن هنا أنا أريد أن أطمئن أيضا، لأن هذه مشكلة أيضا، الإخوة يعني بعض الإخوة في الحكومة يخشون من هذا الدور الرقابي الذي سيقوم به البرلمان وربما لا يتحمسون لعودته. لا لا لا، أنا أطمئن هنا بأن مؤسسة البرلمان وأعضاء البرلمان يعون جيدا أن المرحلة استثنائية وأنها تحتاج إلى كثير من التفهم وكثير من الـ طيب ماذا عن وجهة نظرك؟ هل من تأثير لهذه الخطوة على معادلة الحرب والانقلاب؟ الأستاذ خالد يرى أن لا تأثير ربما لهذه الخطوة. أنا أتفق مع الأخ خالد في أن الدور هنا، طبعا أنت تعرف أنه إذا كما يقال إذا لعلع الرصاص خرست الألسن والأقلام، لكن هناك عندي حرب في مناطق معينة وهناك عندي دولة وشرعية في محافظات محررة. يعني نعم ربما البرلمان سيكون دوره محدود في نهم وفي الصراع في بعض المناطق، لكن من قال أن دوره سيكون محدود في محافظة عدن وحضرموت وغيرها من المحافظات المحررة؟ ولا ماذا يعني كلمة محررة؟ الأمر الآخر أنا هنا يعني أريد أن أؤكد عليه، وهذه رسالة أوجهها إلى مؤسسة الرسالة والحكومة، بأن كلمة محافظات محررة لا يعترف بها المواطن العادي إلا وإذا وجد دولة. طيب أستاذ شوقي، ما رأيك بالرأي القائل أن هذا البرلمان الذي لم يعمل شيء على مدى سنوات الرخاء والاستقرار لن يستطيع عمل شيء
في هذا الوضع الاستثنائي؟ هذا منطق العدمية. أنا بالنسبة لي عذر برلمان، نعم هناك يعني إخفاق وهناك محدودية في دوره، لكن العدمية هذه مشكلة البعض. البرلمان للأسف طبعا كان في ظل علي عبد الله صالح الذي عطل كل الجهات. لو أردنا أن نسقط هذه العبارة على البرلمان لأسقطناها أيضا على الأحزاب، ولا أسقطناها على المحافظين، ولا أسقطناها على الحكومة، لأن الجميع يعرف أن علي عبد الله صالح كان ينفرد حتى على مستوى تعيين وكلاء الوزارات ومدراء. طيب أستاذ شوقي أختم معك بهذا السؤال، وربما هي نقطة مهمة كنت أثرتها في نص دقيقة لو تكرمت، عندما تقول لا توجد إرادة حتى الآن لا لدى الشرعية ولا لدى التحالف العربي السعودية والإمارات في أن يكون هناك عودة مرتقبة وقريبة لمجلس النواب، إذن ما كان الهدف من اجتماع ولقاء محمد بن سلمان بعض مجلس النواب في جدة؟ هل كان الهدف فقط صورة تذاع على القناة الإخبارية السعودية فقط؟ لم أقل لا توجد إرادة، وإنما قلت إرادة التحالف الشرعية في المحك. يعني نحن ننتظر الآن، قد تقدمنا بطلب واضح مع التحالف ومع الرئاسة في مطالبنا كنواب لعودة المجلس وإنجاح عودته، لا نريد أن يعود لا سمح الله مخفقا من أول لحظة. وبالتالي الآن إرادة التحالف في المحك، هذه العبارة التي ينبغي أن تقال في المحك، أي ننتظر إن شاء الله بعد العيد قرار التحالف وجوابه على رسالة مجلس النواب الذين أثبتوا أنهم جاهزون للعمل. أشكرك جزيلا أستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا من اسطنبول. أعود لضيفي من عدن المحلل السياسي خالد اللبود. أستاذ خالد، إذن الأستاذ شوقي القاضي متفائل بدور الرقابي يمكن أن يلعبه البرلمان إذا من عقد في العاصمة المؤقتة عدن، ويقول لا مشكلة لديهم في ممارسة دورهم الرقابي، لديهم وزراء وأجهزة تنفيذية تمارس أدواره، وبالتالي هم سيمارسون دورهم ومراقبتهم للوزراء سواء كان في مقر إقامته في فندق في الرياض أو في فندق في عدن. لا أريد أن أبدو أكثر تشاؤما مما تحاول أن تصورني فيه، ولكن سنقول أننا نتمنى أن يكون هذا الأمر صحيح، ولو أننا يعني إلى حد كبير مقتنعين أن الموضوع ليس موضوع رقابة فقط. يعني الموضوع إذا هناك اختلال في أذان فهناك اختلال حتى في التعيينات، حتى في طريقة التوزيع، حتى في طريقة أقصد أنا بالنسبة للسلطات التي تدير الآن. دور مجلس النواب الرقابي نحن نتمنى أن يكون دور إيجابي، نحن نؤيد كخطوة إيجابية، خطوة سياسية عودة المجلس النواب إلى عدن وعقد جلساته في عدن، نحن نرى خطوة إيجابية، خطوة سياسية صحيحة جدا، ولكن أحببنا فقط أن نضع بعض الملاحظات التي نرى أهميتها. إذا كان هناك دعوة لعقد مجلس النواب فعلا في عدن ودعوة لتفعيل دوره الرقابي، فإن هذا الأمر يحتاج أيضا إلى جانب ذلك إلى أمور أخرى كثيرة، ومثل ما ذكرت لك سابقا موضوع عودة الحكومة، موضوع تفعيل دور الحكومة، موضوع فتح مكاتب الوزارات. صحيح، وأنت أشرت إلى هذه النقاط سابقا. أشكرك جزيلا أستاذ خالد اللبود المحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من اسطنبول المحلل عضو مجلس النواب شوقي القاضي. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، في أمان الله.